دولة تمتد في 5 قارات من أصل 6، وتطل على 3 محيطات من أصل 4. ربما سيذهب ذهنك بعيدا، وربما ستقول أن هذا مستحيل، لكن في الحقيقة هذه الدولة موجودة، وهي بكل بساطة إمبراطورية فرنسا. بقية المستعمرات الفرنسية والتي أصبحت اليوم أراضٍ فرنسية خالصة بموافقة شعوب هذه المناطق، ومنهم حتى منطقة مسلمة وهي جزيرة مايوت ضمن إرخبيل جزر القمر، هي ما منحت فرنسا هذه الأفضلية لتكون الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بهذا الامتداد الغريب والمشتت. في الخريطة التي أمامكم يمكنكم ملاحظة هذه المناطق، والتي لعل أهمها وأكبرها مساحة هي جزيرة غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة في قارة أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الأراضي الفرنسية في القارة القطبية الجنوبية المسمات لاتير دادلي.